بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. أولا قبل أن نبدأ في شرح كيف تجعل طيور الزبرة تستحم، أحب أن أنوه إلى ملاحظة أن البرنامج الذي قمت بإنشائه ورفعه الأمس، يعني الوقت الذي أستخدمه وهو في الليل فقط، يعني المرجو إرسال الأسئلة في الليل فقط، لأن عندي الوقت يعني فارغ في الليل فقط ساعة كي أجيب عليكم على استفساراتكم وأسئلتكم. إذن يا غالي، كما قرأتم في عنوان الحلقة، أن الطيور الزبرة، هناك بعض طيور الزبرة لا تحب الاستحمام أو لا تود الاستحمام، ولأنها يعني جديدة في القفص، لم تتوالف بعض في القفص وفي المحيط التي هي فيه. ماذا وجب عليك فعله؟ أولا إزالة المجاسم، إزالتها كلها يا غالين، ووضع الإناء في الوسط، يعني طريقة سهلة جدا. وعن طريقة محاربة الفراش بخل تفاح، هي وضع 7 قطرات إلى 9 قطرات أو 10 قطرات في إناء مثل هذا الإناء الذي تشاهدونه الآن. لا يوجد هناك مشكلة في وضع المزيد من خل التفاح، في أنه إذا أكثرت منه فليس هناك مشكلة للطيور. كان هذا هو فيديو السريع أو طريقة شرح كيف نجعل الطيور الزبرة تتزاوج، وكيف نعطيها خل التفاح في هذا الوقت، وقت يعني فصل الصيف، والذي وجب علينا نعطي جميع طيورنا، وليس طيور الزبرة فقط، بجميع الطيور، منها طيور الحب، الباجي، الكناري، الكوكتيل، أي نوع من الطيور، فوجب أن تستحم بخل التفاح لأنه جيد. ونعلم أن الفاش هي كثيرة جدا في هذا الوقت فصل الصيف. إذن أترككم مع هذا الفيديو بعدما أزلت المجسمات جميعهم من القفص وتركت الطيور تستحم في رعاية الله. لا تنسوا دعمي بلايك، وأي سؤال اطرحه أسفل في الفيديو أو اطرحه في التطبيق الذي شرحته أمس، تجدون الرابط أسفل في الوصف، أي يعني رابط التطبيق. في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم يا غالين. كان معكم أبو مكرم من قناة محترف الطيور، في رعاية الله. وانا كنت حابب بس اقول ان الحمد لله انا امنت نفسي جدا من السرقه، ما يعملش زي مصطفى خاطر، لان انا اول ما عرفت الموضوع ده غيرت الباسورد وغيرت رقم التليفون وغيرت ايوه الاكونت بتاعك. ايه؟